أخطاء في الأدعية يترتب عليها عدم وجود أثر الدعاء. ومن ذلك ما نبه عليه العلم أنك إذا دعوت بدعوة في أمر ما أبذل السبب، فأنت إذا قلت أن تجعل القرآن ربيع قلبي افتح المصحف واقرأ وتدبر وتأمل في كلام الله واجعل للقرآن حظا من وقتك حتى يكون ربيعا لقلبك. لن يكون القرآن ربيعا لقلب المرء وهو في الرف أو يوضع كما في بعض البيوت للزينة أو نحو ذلك، لن يكون ربيعا للقلب. ربيعا للقلب عندما يفتح المرء وينظر في الآيات ويقرأ ويتدبر ويفهم، يكون حينئذ ربيعا لقلبه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.